مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هن السلام حمله الكترونيه لمناصره حقوق المراه. المنتدى العربي للفنون يحتفل بتخريج دبلوم الرسم المكثف. الشاب أواب غانم يفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات بتركيا. يوتيوب يعد صناع المحتوى بأدوات جديدة لكسب المال. بالملابس، أول شيء عندنا هذه البلوزة. أضيفت فقرة الاستضافة صانعة المحتوى إيمان لطفي. مرحبا بكم. أقيم بمدينة المكلا مهرجان خطابي وفني تحت عنوان المرأة للسلام تحت رعاية محافظ حضرموت، وانطلقت فعالية الحفل الذي تنظمه مؤسسة جلوبال فيو للسلام والتنمية وبالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد النساء بساحل حضرموت. نشوف صور من هذا الحفل. رافق المهرجان حملة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة رسائل معبرة عن حقوق المرأة وحاجتها للسلام والأمان تحت عنوان هن السلام. نشوف التفاعل مع هذه الحملة. صورة مؤثرة لمسن يحمل ابنه الخريج في حفل تخرجه. الطالب الخريج في الصورة من ذوي الاحتياجات الخاصة. انتشرت هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عنها كثير من الناشطين، واخترنا لكم بعضها ونبدأها بمنشور لعبد السلام الشريحي يقول فيه: في هذا الوطن يتعذب الفقراء وحدهم، يجوعون وحدهم ويفرحون وحدهم أيضا. لم تقم معركة لأجل هؤلاء ولن يتغير وضع هؤلاء بانتصار أحد. هذه أجمل صورة وأكثرها واجعة، إنها وجه هذا الوطن الحقيقي قبل وأثناء وبعد الحرب، وهي الأكثر صدقاً بعيداً عن أعين الناس، إذ لا يهتم لضعف السن وضعف الإعاقة أحد غير بائس وضعيف آخر التقط هذه الصورة دون القدرة على فعل شيء. منشور آخر للناشطة نادية عبد الله تقول فيه: ننحني إجلالاً لهذا الأب العظيم. هذه الصورة لرجل مسن يحمل ابنه المعاق حركياً وبالنظر أيضاً أثناء حفل تخرجه من الثانوية العامة من مركز النور للمكفوفين اليوم بالعاصمة صنعاء. الشعب اليمني عظيم، ولكن ابتلاه الله ببعض القتلة والمجرمين والفاسدين. منشور أخير ليوسف عجلان يقول فيه: صورة اليوم وكل يوم، ما أعظم هذا الرجل مسن يحمل ابنه على ظهره. هذه الصورة تعني الكثير والكثير. إننا كيمنيين نبحث عن الحرية والتعليم والتطور، بينما هناك من يبحث لنا عن الموت والقتل والدمار. هذه الصورة لرجل مسن يحمل ابنه الذي هو معاق حركيا وبالنظر أيضا أثناء حفل تخرجه من الثانوية العامة من مركز النور للمكفوفين اليوم بالعاصمة صنعاء. مثل هؤلاء الناس هم من لهم توجه الشكر والتقدير، لا لآلهة الحروب وتجارها. شكرا لك أيها الوالد العظيم، وشكرا لابنك، وشكرا لمن هم مثلك.
احتفل المنتدى العربي للفنون بخريجي دبلوم الرسم المكثف بقاعة هاشم علي للفنون بمبنى المنتدى. الحفل والمعرض كان تحت عنوان لمسة فن، وحضره الكثير من محبي الفنون وأهالي المتدربين أيضا، وقد أحيا الحفل العديد من المبدعين. نشوف صور من هذه الفعالية. أقامت القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات بالشراكة مع مؤسسة فريديش إيبيرت الألمانية ورشة تدريبية لبناء قدرات الصحفيين في مجال التغيير المناخي ومستقبل الطاقة المتجددة ل25 صحفي وصحفية من محافظة تعز. الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بآليات الكتابة في مجال صحافة البيئة والمناخ والطاقة المتجددة والطرق وأساليب البحث عن موضوعاتها. نشوف صور من هذه الفعالية. شباب يمنيون في مدينة اسطنبول بتركيا أقاموا فعاليات مؤتمر نهضوي الأول بحضور عدد من أساتذة الجامعات وضيوف عرب وأتراك وكوكبة من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في تركيا. المؤتمر يهدف إلى خلق وعي فكري في أوساط اليمنيين والخروج بتصور أولي لوضع اليمن بعد الحرب وكيفية الاستعداد لمرحلة البناء والإعمار. نشوف صور من هذه الفعالية. ونروح للمكلا وعبر منشور للدكتورة خليل فؤاد تقول فيه: حجر تلك المدينة المليئة بالحياة البدوية صباحا مفعمة بالنشاط حينما ترعى البدوية أغنامها في جبال حجر الشاهقة ويكد الرجال للقمة العيش. تلك المدينة المظلمة ليلا كمدينة الأشباح تماما، حيث تنعدم كل من الكهرباء والمياه وكل مقومات البنية التحتية. زرتها وزرت أهلها الطيبين الكرماء، أنا أعتبرها مدينتي الثانية لكثرة زيارتي لها. قمنا بتقييم الوضع الصحي وتقييم المراكز الصحية ومدى شدة واحتياج الناس للخدمات الصحية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان. أعدكم بأننا سنتدخل مرة أخرى في مديريتكم، سنفحص ونعالج جميع المرضى في القرى والمناطق الفقيرة، سنجد جميع المرضى فوق الجبال وتحت الأشجار وفي الجسور، سنجدكم حيثما كنتم وسنقدم لكم كل العلاجات والفحوصات بشكل مجاني لأنكم تستحقون، أنتم وأطفالكم ونساؤكم وكهولكم. نعود لتركيا وإنجاز يمني مشرف. الشاب أواب أمين غانم يفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات الذي أقيم في مرمريس لمسافة 92 كيلومتر. تهانينا يا أواب. إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من يوتيوب الذي أعلن عن استعداده لطرح المزيد من الأدوات لمساعدة صناع الفيديو على كسب المزيد من المال في محاولة لمعالجة شكواهم من سياسات تحقيق الدخل التي أقرتها في وقت سابق من العام الحالي. الأدوات الجديدة تطلق تجريبياً مع عدد محدود من صناع المحتوى على يوتيوب في أبريل الحالي، وتسمح بالإفصاح عن نوع المحتوى في فيديو معين أثناء عملية التحميل وتربطها بالإرشادات الملائمة للمعلنين، وتوسع الأدوات من المفهوم الرعائي على المنصة وتمنح عدداً أكبر من صناع المحتوى حق الوصول إلى الرعاية في الشهر المقبل. لكن يوتيوب لم تحدد آلية اختيار صناع المحتوى والمتطلبات اللازمة. صحيح أن فيسبوك يعتمد في كسب المال على أرباح الإعلانات، ولطالما كتب عبارة
فيسبوك بالمجان وسوف يبقى، لكن يبدو أنه يعمل حاليا على كسب المال من خلال خدمات مختلفة، هذه المرة لكسب المال من المستخدمين أنفسهم. وكان فيسبوك قد أطلق فعلا خدمات مدفوعة عبر ماسنجر مثل شحن الهاتف وخدمات الباقات المدفوعة مسبقا، لكن المشروع الجديد سيتضمن مدفوعات شراء السلع من خلال خدمة تسوق ماركت بليس وتحويلات الأموال ودفعات للبائعين. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بموال أبي للفنان صابر الرباعي بصوت الفنان إياد نجيب. وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لمام الشمل، انت خيمتنا الأمينة. وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لمام الشمل يا أبي. يا أبي سعفني بكلام، كلام أوصفه به يا رجل، قبل مني التجا عيدك، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك، على شيبك، قبل مني التجا عيدك، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك. ونختتم بأغنية إضحك بصوت الفنان صالح البكري. إضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. إضحك العمرة مثل بنية تقطف زهرة، مثل الأم تبوس ولا راجع من برا. اضحك لدنيا، اضحك لدنيا، اضحك لدنيا، اضحك معاك. اضحك ما تدري وش جايب بكرة، كل شي صار امبارح ذكرى، اعيش اليوم وخلي الفرحة في بالك فكرة. اضحك، اضحك مثل طالب توه ناجح، او عريس البيت رايح، او مشجع ساعد يدري اني فريقه رابح. اضحك، اضحك لدنيا، اضحك لدنياك، تضحك معك دنياك، تضحك معك. اضحك لدنيا، اضحك لدنيا، اضحك لدنيا. وصلنا الى فقرة الاستضافة، وضيفتنا اليوم صانعة المحتوى إيمان لطفي.
خلونا نشوفه واحد واحد. بنبدأ أول شيء بالملابس. أول شيء عندنا هذا البلوزة. الشيء الثاني اللي هي بلوزة قطنية بيضة، نوع القطن مطاط. وإذا ما عرفت كيف أرتبها، المهم الخامة كويسة ومطاطية زي ما أنتوا شايفين. نجي الآن للإكسسوارات. هذه الشنطة كنت أدور لها كثير بالمواقع، لكن ما حصلت أي موقع يشحن للدولة اللي أنا فيها. الحمد لله حصلتها في زافال وطلع يشحن لدولتي. هذه الشنطة لونها أسود، كلها سحابات، شكلها مرة كيوت. هذا كل شيء اشتريته لهذه المرة، إن شاء الله أشتري منهم مرة ثانية، وبتحصلوا كل الروابط السلعة اللي اشتريتها في صندوق الوصف. نرحب بضيفتنا اليوم إيمان. إيمان أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. إيمان طبعا معنا مجموعة أسئلة سريعة ومجموعة أسئلة أريحية اللي تتكلمي فيها براحتك. نبدأ بالأسئلة السريعة، وأوصفي نفسك بكلمة كأول سؤال. أوصف نفسي في كلمة. نعم. طموحة. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها. تقريبا فيسبوك. وأجمل مكان زرتي في حياتك. كوالالمبور. ومكان تتمني زيارته؟ كوريا الجنوبية أو سويسرا. جميل. وطيب شخصية تتمني مقابلتها؟ والله في كت شخصيات، بس أهم شخصية لنفسي يعني من صدق إني أقابلها أحمد الشجاعي. جميل. وشخصية داعمة لك؟ شخصية في عمل يعني في اليوتيوب؟ يعني ممكن من أهلك، ممكن في اليوتيوب فعلاً. والله يعني ما في أحد محدد صراحة. ومجال دراستك؟ مجال دراستي يعني حاليا طبعا ما أدرس، لكن أنا خريجة ثانوية عامة 2007 وأخذ دورة تصوير فوتوغرافي. جميل. مش ناوية تكملي دراستك؟ والله لا، ما أعتقد أني بكمل دراستي، بس ما يمنع أني أعلم نفسي أشياء جديدة عبر الإنترنت. هذا جميل كمان. مكان إقامتك؟ جيبوتي. جميل. الآن تحدث عن قناتك في اليوتيوب، متى افتتحتيها ولماذا؟ تقريبا يعني فعليا أنا قناتي فتحتها في 2011 أو 2012، لكن طرحت أول فيديو تقريبا في 2014. 3 سنوات. نعم. واهتميت يعني فيها، وصرت أطرح فيديوهاتي في يعني من 2015 الآن. جميل. طيب إيش السبب اللي خلاك تفتتحيها؟ أو السبب اللي خلاك تبدأي تحطي فيديوهاتك؟ والله هي السبب، أولاً أنا كان عندي فراغ كبير، فحبيت أنني أقضيه بشيء مفيد. يعني كانت هو تقريباً اهتمامي في التصوير وتقديم محتوى مفيد للمشاهد بقدر الإمكان. طيب لو تعرفينا مرة ثانية، إيش هو المحتوى اللي تقدميه وليش اخترتي هذا المجال؟ المحتوى هو غالباً متنوع اللي أقدمه على حسب الفرصة المتاحة لي لتقديم محتوى مفيد أيا كان نوعه. واخترت هذا المجال لأنها من الهوايات المحببة لي، وأحاول أطور نفسي وأقدم الفائدة لغير قدر المستطاع. أيوة، هو يعني المحتوى حقيقي ما بين الطباخة والجمال واليوميات، بس أنت تقريبا يعني بشكل مركزة. عام طباخة غالبا يعني يمكن يطغي عليه أكثر من البقية الطباخة، لأنه أكثر شيء ممكن أسويه الطباخة. الطباخ هي أكثر شيء أسويه في القناة، لكن لما يجي لي فرصة أني أقدم محتوى ممكن الشخص يستفيد منه، ما عندي أي مانع أني أنزل فيديو في هذا الشيء. جميل. أنت يعني مش تسألي، أنت تسألي المحتوى اللي محتاجينه، المحتوى اللي تشتو، ولا كيف؟ على إيش، على أي أساس تحددي المحتوى؟ هو القناة تقريبا يعني محتواها متنوع في الغالب، يعني فيها فلوجات، ممكن دحين خاصة كثير يسألوني عن جيبوتي مثلا، فتحصلين كل ما أحصل فرصة أني أسوي فلوج أطرح يعني في القناة. فعشان كذا قسمت القناة إلى قوائم، يعني قائمة مخصصة بالطبخ، قائمة مخصصة بالفلوجات، قوائم مخصصة للشروحات، زي كذا يعني. يعني أبغى قناة تكون مستهدفة لكل الفئات، يعني ما أي أحد يبحث عن شيء يحصل إيمان أنها سوته. جميل. استفيد يعني هذه. طيب إيمان لو أسألك، ليش ما نشوفش وجه إيمان في فيديوهاتها؟ ليش ما شفت وجه إيمان في فيديوهاتها؟ هذا أكثر سؤال دائماً توجه لي، ليش يعني ما تظهري وجهك؟ صراحة هي رغبة مني، يعني أني ما أحب أني أظهر على الفيديوهات، لأنه هو المحتوى أهم من كل شيء يعني.
يعني ما فيش نية أبدا؟ برغبتي ما حبيتني أظهر في الفيديو. أوكي طيب كم عدد المشتركين في قناتك؟ حاليا وصلت 7800 مشترك. جميل. وأكثر فيديو لاقى مشاهدات كم كان العدد وإيش كان موضوعه؟ والله يعني تقريبا هو عمل العجينة السيراميكي، الأعمال اليدوية. أوه. الآن حاليا كأنه وصل 92,000 مشاهدة. جميل. أو حاجة زي كذا. جميل. بدأت تكسبي من اليوتيوب ولا لا؟ والله لي 3 سنوات ما يعني ما كسبت شيء بسيط جدا جدا يعني، لكن أنا أهم شيء والله يقدمه يعني هذا آخر اهتماماتي. تمام. طيب تعملي إعلانات ولا لا؟ إعلانات يعني للشركات لماركات ربما أيوة وشركات مواقع؟ لا والله أبدا إلى الآن أبدا ما في أي إعلانات. طيب إيش التعليقات؟ إن شاء الله مستقبلا يعني. ها؟ إلى جانب وجهك ليش ما يبانش؟ إيش التعليقات أو الملاحظات اللي تتكرر في للمتابعين؟ يعني إنه يسألوني، شوفي أنا في البداية صراحة ما كنت أعطي، فكان بعض يقول ليش ما تتكلمي يا إيمان؟ ليش ما تطرحي صوتك يا إيمان؟ فبعد تفكير عميق وطبعا مشاورات وهكذا قررت إني أطرح صوتي الحمد لله، وهذا كانت أول كان فارق اللي أنجزتها يعني إنني طرحت صوتي. ها؟ نعم كان فارق. طب يفرق لما تحطي صوتك؟ إيش الفارق؟ يحس بالتفاعل أكثر طبعاً. يعني المشاهد لما يشوف إنه شخص يتكلم معاه أو كذا يعني يحس بالتفاعل إنه كأني أخاطبهم يعني. فهذه كانت من الأشياء المهمة اللي كانوا يكتبوا لي إياها، يقولوا لي تفاعلي معنا يعني حاولي إنك تتفاعلي معنا. جميل. فهذا اللي أعمل عليه الآن. جميل. طيب هل عندك نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب اليوتيوب؟ أيوة أنا مصورة فوتوغرافية وكمان مصممة جرافيك في الإنترنت. جميل. ولو تكلمنا غالبا يمكن التصوير اللي أشاركه في مواقع التواصل التصوير أكثر من التصاميم، التصاميم غالبا عمل يعني. جميل. طيب لو تكلمينا عن الأواقع اللي واجهتك في نشاطك على اليوتيوب. كان أول هو العائق هذا حكاية إظهار صوتي، والحمد لله يعني تخطيت هذا العائق، بس بجميعنا بشكل عام يعني نتعرض لعوائق بالذات المرأة العربية، لكن أنا ما أتوقف طبعا عند هذا العائق بل أبحث عن البديل المناسب دائما. ممتاز ممتاز. طيب هل لديك خطة لتطوير أو تغيير القناة؟ والله يعني حاليا أني أفكر وأحاول يعني في الوقت الحالي أني أقدم أفضل ما عندي، يعني أحاول أني في أفكار في راسي بس عادة ما طبقتها، لكن إن شاء الله أطبقها قريبا. وكلمة أخيرة لمشاهديك؟ كلمة أخيرة لمشاهديني، أحب أنصح كل شخص لديه حلم يسعى لتحقيقه ولا ينتظر. جميل. وحلمك لن يأتي إليك بل أنت من يجب أن تسعى إليه، فشعاري الدائم هو من يسعى يلقى، اجعلوا شعاركم أيضا وتمنى الجميع التوفيق. إيمان لطفي صانعة المحتوى شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. مشكورين على الاستضافة الجميلة. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.